بسم الله والابن والروح القدس الاله الواحد امين. تحل علينا نعمته وبركته من الان والى دهر الدهور كلها امين. استكمالا لحلقات اسرتي ايقونه في الكنيسه ودراسه المعاني الروحيه في طقس سر الاكلير، ناخد النهارده اهميه صلاه الشكر في طقس سر الاكلير. لماذا نصلي صلاه الشكر؟ احنا في الكنيسه بنتعلم اننا بنشكر ربنا على كل حاجه، في جميع صلواتنا بنصلي بالشكر، فنشكر الله على كل حال ومن أجل كل حال وفي كل حال. في سر الإكليل ليها إضافة معنى روحي، بنشكر ربنا لأن كل طرف من الطرفين أو من العروسين أو الخطيبين في هذا الوقت بيشكر لأنه بيشعر أن الطرف الآخر هو عطية من الرب لحياته. خطيبتي عروستي عطية ليا، وعريسي هو عطية من الرب. وهنا المشاعر والفكر والإرادة وطريقة التعامل والنظرة للحياة المشتركة ليها معنى جميل جدا. بنشكر ربنا أيضا أن الله جمعنا، ممكن طرفين كان ممكن ما يلتقوش، لكن ربنا رتب أنهم يلتقوا بأي صورة من الصور وجمعهم لكي يسكن بعضهم إلى بعض ويسكن معاً ويكونوا أسرة يستخدمها ربنا في الخلق وفي انتشار البشرية وفي أسمره وأكسره وأملأه الأرض. نشكر ربنا أيضاً أنه اخترنا البعض، وهنا بنؤمن أن الاختيار المقدس بيكون فيه إرادة ربنا بتتحقق، زي ما شفنا في الكتاب المقدس أن ربنا كان بيقود مثلاً إسحاق لاختيار رفا، وبيقود يعقوب ورحيل في اختيارهم وبيقدس هذا الاختيار والمحبة اللي بينهم. فنحن نشعر أننا ربنا اختارنا البعض وقدس هذا الاختيار فنشكره على هذا، ويبارك ربنا اختيارتنا. عندما نختار بطريقة صالحة مقدسة فيها اسم ربنا، ربنا يبارك هذا الاختيار. أيضا بنشكر ربنا في هذا اليوم أننا التقينا في هذا اليوم ووصلنا لهذه المرحلة من حياتنا، ان احنا نبدأ بداية حقيقية جدية فيها التزام وفيها جوهر للحياة المشتركة وتكوين الأسرة. بنقول يا رب نشكرك على هذا اليوم، وبنشكرك كل أيام حياتنا، لأننا بنطلب ان بركة ربنا تستمر معنا في كل أسرتنا. وفي مرد جميل جدا من ارتباك كنيسة يمكن مش دايما بيتقال علشان دي الوقت، لكن ليه معنى جميل جدا. يقول كده المرتلون مرد اسمه: السلام للخدر المزين بكل نوع الذي للختن الحقيقي الذي اتحد بالبشرية. ايه هو الخدر المزين بكل نوع؟ الخدر هو الستر، الستارة، ستر مزينة بكل نوع، والستارة دي خاصة بالختن، الختن يعني العريس الحقيقي الذي اتحد بالبشرية. وهنا الكنيسة بهذا اللحن بتنقلنا من ان الارتباط ده على مثال ارتباط الله بالبشرية كلها في سر التجسد، وكأن احنا بنكون أسرة مرتبطة بالمسيح الذي احب البشرية واعطاها ذاته وهو مزين بكل انواع الفضائل. فنحن ايضا نسعى لان حياتنا تكون مزينه بانواع الفضائل. وبعدين مرد تاني ايضا ينهي به الشمامسه الجزء ده لما يقولوا كده: ايها المسيح كلمه الاب الاله الوحيد اعطينا سلامك هذا المملوء من كل فرح. نطلب في سر الزيجه وفي طقسها ان الاسره دي تبقى مبنيه على المسيح اللي فيها الذي يمنحها السلام ويعطيها قوة السلام الحقيقي هذا المملوء من كل فرح، لأن الهدف من الأسرة أننا نعيش في سلام مع بعضنا البعض ونعيش في سلام مع الله ونعيش في سلام مع الآخرين، فنفرح بهذا الارتباط ويكون سبب بنيان روحي لكل أفراد الأسرة. الله يعطينا باستمرار أننا نفرح ونعيش في سلام، ولإلهنا المجد دائما أبدا أمين. وإلى لقاء آخر مع أسرتي أيقونة في الكنيسة.